ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. وصلنا لفقرة طبية. طبعا مراحل الحمل ثم الولادة ثم الرضاعة من أكتر المراحل اللي جسم السيدة فيهم يتأثر كتير. ولما كل المراحل دي بتنتهي بترجع تاني تلبس لبسها اللي متعودة عليه. بتتفاجئ بأن جسمها اتغير وزاد في الوزن، سواء إذا كانت الزيادة دي في جسمها ككل أو زيادة موضعية في بعض الأماكن، وده بيأثر عليها أكيد نفسيا بشكل كبير. إحنا النهاردة في فقرتنا هناخد الرحلة من الأول ونتكلم عن التغذية الصحية للسيدة في فترة الحمل والولادة والرضاعة، وكمان إزاي السيدة تخس بشكل صحي بعد انتهاء كل المراحل دي. كل ده وأكتر مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني في الاستوديو، دكتور ريهام العراقي، أخصائية التغذية العلاجية. أهلا بيكي يا دكتور. أهلا يا شيخ. موضوع مهم وأول مرة نتكلم عنه النهاردة. مظبوط. أنا شايفة أنها فعلا من الحاجات المهمة، لأنه يمكن إحنا عندنا فكر خاطئ أنه أول ما السيدة أو نعرف أنه البنوتة بقت حامل فان إيه تاكل كل حاجة في الكون وتضرب بقى إنتي باتنين، إنتي فكرة إنتي باتنين دي عايشين عليها طبعا منذ العصور الوسطى. زمان يمكن كان الموضوع لأنه كان الأكل معظمه صحي فكناش بنلجأ الأكل بره. يمكن مزمين. كانت السمنة مع السيدات كانت صحية ما كانوش بيتأذوا منها قوي. دلوقتي أصبح مع الرتم السريع والأكلات الوجبات السريعة والمقليات أصبح الموضوع بقى يأثر بشكل سلبي أكتر. فبقينا لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. فقولنا بقى يعني نقول للسيدة اللي يعني ربنا لسه كرمها وعرفت إن هي حامل تبدأ بقى تغذيتها إزاي أثناء الفترة دي لحد ما تولد بالسلامة وتبدأ بقى. بصي ما فيش حاجات ثابتة إن إحنا هنقولها، لأنه المفروض إن هي أول ما بتعرف إن هي حامل لازم إن هي تروح لمختص أخصائي تغذية عشان يعمل لها النيوتريشن بلان، وهي عندها أول 3 شهور غير تاني 3 شهور. أيوة غير تالت 3 شهور. صحيح. هما بس لازم يبقوا فاهمين حاجة إن هي كده كده هتزيد في الحمل. تمام. لأن أنا مثلا تيجي واحدة تسألني تقول لي أنا حامل ومش عايزة أزيد، لا هو أنت هتزيدي. أنت عندك زيادة طبيعية أصلا بنتكلم في من 8 10 كيلو 12 كيلو ماكسيمم، دي الزيادة الصحية في الحمل. طول فترة الحمل لحد الشهر التاسع. لحد التاسع. كويس جدا. وهي داخلة تولد كده وزنها زايد 10 12 كيلو ماكسيمم. حلو قوي. طيب الناس بقى اللي بتزيد 20 كيلو والحاجات دي هو ده اللي غلط. أوكي. بيبقى غلط ليه؟ بسبب طريقة أكلها أصلاً غلط. يعني ما هي بقى عندها معتقدات اللي هو أنا بأكل الاثنين، فيش حد بيأكل الاثنين. هي بتاكل لنفسها، بتغذي البيبي بيتغذى من الأكل اللي هي بتاكله. بس إحنا بنزود سعرات، يعني في أول 3 شهور مش بنزود قوي، بتاخد كفايتها من السعرات. من أول ثالث اللي هو ثالث شهر، بداية ثالث شهر بنزود 350 كالوري، و بعد كده الثلاثة الأخرانيين بنزود 450 كالوري. فهي بتحسب سعراتها اللي هي محتاجاها، ما بتنقصش منها أي حاجة خالص، بالعكس بتزود عليها شوية. معظم الأكل بتاعها يبقى كله فيتامينز ومينرالز كويسة، في خضار كفاية، في فاكهة كفاية، في بروتينز كفاية. طبعا لين بروتين، يعني بنبعد عن الحاجات اللي فيها دهون. فراخ مثلا بناكل الصدر مش الورك، اللحمة لازم تبقى لحمة حمراء ويبقى معدل بتاعها أقل شوية. تزود من الأسماك بالذات الفاتي فيش اللي هو السالمون، التونه. طبعا التونه كان مش هتنفع معاها شويه، لو تونه فريش اوكي. السمك بتاع المكاريل برضو، السردين، احنا كل ده بنتكلم على حاجات فريش مش حاجات معلبه ولا حاجات اللي هو سردين مخلل والحاجات دي، عشان انا عارفه تقولك سردين بس انا عارفه اللي بيحصل. سردين عادي طبيعي ني يعني، وهي تطبخه. دي الفاتي فيش اللي فيها اوميجا 3 او فيها دهون صحيه. حاجه جميلة. تحط برضو افوكادو، مكسرات، زيت زيتون، تستخدم زبده في الاكل، بلاش بقى الزيوت النباتيه، بلاش الحاجات المهدرجه، بلاش مثلا الجبن اللي هي فيها زيت نباتي. بنختار حاجات فيها البان. تشرب ميه كويس، تقلل الستريس، نومها يبقى كويس. كل الحاجات دي هتخليها بالظبط، هتخليها صحتها كويسه. لانه في ستات كتير بيجي لها سكر حمل وضغط حمل. أيوة. بسبب ان هي ما بتاكلش كويس او طريقه اكلها مش مظبوطه. فاحنا عايزين نتجنب ان احنا ما يحصلناش اي مشاكل في الحمل، في نفس الوقت كمان الاكل اللي بناكله بيعوض لنا النقص اللي بيحصل مننا. في ستات كتير بيحصل عندها نقص في الكالسيوم وفيتامين دي، وده بيأثر. كل ما بتزيد في الولاده كل ما بيأثر التقل ده على عظمها، بتحس ان هي رجليها وجعاها، مش قادره ان هي تقف. فلازم برضو هي يبقى ليها نظام غذائي هدفه بقى ان هو يحل لها كل المشاكل دي او يحميها من ان هي ما يحصل لهاش المشكله دي، وفي نفس الوقت يزودها الزياده الطبيعيه بتاعه الحمل اللي هي ماكسيمم 10 12 كيلو.
طيب دلوقتي بقى احنا خلصنا خلاص فترة الحمل الحمد لله بسلام وتمت الولادة بخير، وهتبدأ بقى في مرحلة فترة الرضاعة. قولنا بقى يعني تبدأ هي من امتى ممكن تقدر تواظب على نظام معين او تاخد عامل مساعد يساعدها في انها تحد من الشهية شوية. طيب. بالنسبة لفترة الرضاعة بقى يا دكتور، مشكلة الرضاعة ان هي دايما بيبقى عندها كريفينج او بتحس ان هي شهيتها مفتوحة زيادة عن اللزوم، وفي ناس على فكرة الرضاعة بتخسسهم بتخليهم ما بيقدروش ياكلوا من كتر ما هي بتعمل مجهود كبير، بس الأغلبية اللي هم عندهم المشكلة بتاعة شراهة الأكل. انا زي اللي عملته في الحمل بالظبط هعمله في الرضاعه. انا من اول شهر اقدر ان انا اعمل دايت عادي، بس الدايت هنا في اول شهر شهرين الهدف بتاعه بيختلف شويه، هو مش بيبقى بينزلني في الوزن على قد ما هو بيغذيني وبيحللي مشكله الكريفنج، لان انا محتاجه ان انا اكل كويس عشان اللبن اللي بيروح للبيبي. ففي ناس برضو عندها معتقدات اللي هو انا بشرب لبن كتير فلازم اخد اللبن ده عشان هو اللي هيساعد معايا في الرضاعه وان انا يبقى عندي لبن اكتر، وده حاجه برضو من اللي بتفتح لهم الشهيه كتير، استخدام الالبان لان هي فيها سكر بيفتح الشهيه اكتر وبيزود في الوزن لان هي سعرات، يعني الكوبايه اللي هي بتشربها دي شوفي بتشرب كام كوبايه في اليوم، فيها 130 سعر مثلا، فهم تقريبا بيشربوا 3 كوبايات في اليوم بمقام وجبه كامله. لا انا عايزه اشرب ميه اكتر عشان الميه دي بالظبط هي اهم حاجه للرضاعه. عايزه اخد الشاي بتاع الاعشاب اللي هو فيه حلبه، ده اللي هيزود معايا جنب النظام الغذائي اللي انا هاخده. كويس. في الاول فتره اللي هي بتاعت اول 6 شهور لسنه دي انا ما ينفعش ادخل اي حاجه خالص. اوكي. ولا عوامل مساعده ولا ادويه حتى لو هي امنه، انا برضو الاحسن ان انا ما ادخل. من بعد سنه اقدر ان انا استخدم عادي، او الستات بقى اللي هي ما بترضعش اصلا بس برضو بيبقى عندها الكريفنجز بتاع الرضاعه، اقدر ان انا من بعد الولاده على طول ان انا استخدم حاجه امنه زي بيستا اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. بيستا هيحل لي القصه دي لانه هو المين كومبوننت بتاعه هو الياف. كويس. او المكون الرئيسي بتاعه هو الياف. الالياف دي هتعمل ايه؟ هتسد الشهيه، هتدخل تاخد حيز في المعده، فهي بدل ما كانت عماله بتاكل 10 وجبات في اليوم لا هي قادره تاكل بس 3-4-5 وجبات، بدل ما هي مثلا في الوجبه كانت قادره مثلا ان هي عماله تاكل طبق كامل وطبق كبير لا هي بقت بتاكل نص الطبق بالظبط، بيخليها تعمل كنترول وهي مش واخده بالها، فبيقلل من السعرات واحده واحده، وبالتالي بتقدر ان هي تحرق من الدهون المتخزنه لو هي كان لسه عندها وزن زايد هي طالعه بيه من الحمل. في نفس القصه بيمنع لها الكريفنجز بالتدريج اللي هو شهيتها مفتوحه على حاجه طول الوقت عايزه تاكل الحاجه دي، لا هو بيقلل كمان من ده. فبيساعدها ان هي تتحكم في اللي هي الاعراض ما بعد الولاده اللي هي دايما الشره ناحيه الاكل، وفي نفس الوقت بيساعدها ان هي تنزل في الوزن. بس اهم حاجه ان احنا نكون يا اما مش بنرضع يا اما ان احنا عدى على الرضاعه بتاعتنا حوالي سنه تقريبا. اوكي ده بالنسبه للي بيرضعوا، لكن اللي مش بترضع طبيعي تقدر هي تستخدمه عادي على طول. غير بقى الالياف اللي موجوده فيه ده هو هيساعدها على الحرق برضو، لان المكونين التانيين اللي موجودين هم الكروميوم وفيتامين سي. كروميوم هو معدن مهم جدا، دوره ان هو بيساعد في حرق النشويات، وفي نفس الوقت ان هو بيظبط لي حساسيه الانسولين. الستات اللي ممكن يكون بيجي لها سكر حمله او بيكون عندها مقاومه انسولين، او هي اصلا حامل وهي عندها تكيسات مبايض، كل ده هيساعدها في ان هي تحل القصه دي بان هو يزود الحرق شويه ويظبط حساسيه الانسولين. الحاجه الاخيره هو فيتامين سي. فيتامين سي بيساعد في الفات اوكسيديشن، يعني ان انا اقدر احرق دهون، فانا بحرق دهون بحرق كربوهيدرات، بظبط القصه بتاعت الانسولين، بتحكم في الكريفنجز، وبتحكم في كميه الاكل بتاعي، فبقلل المشاكل كلها بتاعت الرضاعه اللي ليها علاقه بالاكل، وفي نفس الوقت اقدر ان انا انزل في الوزن عادي. طب قولي لنا بقى استخدامه يبقى ازاي يا دكتور؟ طيب بنستخدمه قبل الوجبات بنص ساعه على كوبايه ميه كبيره، بنقلب كويس قوي، والجرعه بتاعته يا اما بتبقى 2 أو 3 على حسب الهدف بتاعي. لو انا زايده زياده اللي هي معقوله اقدر ان انا استخدم 2، بس لو انا عندي مشكلة دي كبيرة حاسس ان انا زايد كتير وعايز احفز شوية في الاول استخدم 3. اوكي. طب احنا هنستسمحك هنشوف مع حضراتكم دلوقتي تقرير عن حالة آية، شوف آية ايه تجربتها مع بيستا، ونرجع نستكمل مع دكتور ريهام باقي اسئلة حضراتكم. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي آية عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر امشي،
رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم، قبلها كنت بشرب الكوبايه. لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ، يعني ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل، يعني وجبات قليلة. مبسوطة جدا، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. وشفنا تقرير مع حضراتكم، دي حالة، حالة آية، هي شايفة ان طعمه كان مستساغ، وهي واضح ان عندها كمان ارادة انها عايزة تنزل. طب خلينا نقول بيستا ممكن ينزل قد ايه في الشهر لو انا بدات بيستا؟ بص تقريبا معدل، يعني عشان احنا ما ينفعش، هو المفروض من غير بيستا يبقى قد ايه وبيستا؟ المفروض من غير بيستا يبقى انا بخس 4 كيلو دهون في الشهر، اوكي، بمعدل كيلو في الاسبوع. حل. المفروض ده ممكن يتغير، ممكن يبقى اقل، ممكن يبقى اكتر، على حسب الشخص ده حرقه عامل ازاي، عنده ماسل ماس قد ايه، المجهود اللي بيعمله، بيتمرن ولا لا، عنده مشكله صحيه بتعيق الحرق بتاعه ولا لا، ففي فاكتورز او عوامل بتاثر في الرقم ده. أوكي. بس دي الجايد لاينز اللي الامريكان بورد هي مديها لنا، انه البني ادم المفروض الطبيعي الهيلثي الملتزم بيخس 4 كيلو. فانا لما اخد حاجه بتساعدني في ان انا المعدل بتاعي يزيد شويه، او ان انا اتحكم في كميه الاكل بتاعي، اكسبكتد ان انا مثلا ازيد بنسبه 25 ل 30%. كويس. يعني ال 4 كيلو دول ممكن يبقى 6 كيلو، ولو حد اصلا ما بيوصلش لل 4 كيلو، يعني يا دوب بيبقى عنده 2 كيلو، هو يقدر يوصله لل 4 كيلو 5 يعني كيلو، يعني هيبقى افضل بالنسبه له. طبعا. كمان طيب، دي حاجه هايله جدا. طيب نتكلم على، احنا قلنا هو مفيد لمرضى السكر، نتكلم برضو عن مرضى القلب ومرضى الكوليسترول. عندهم كوليسترول عالي، ساعات بيبقوا حابين في الوجبات، بيبقوا غصب عنهم ما فيها نسبه برضو من كل الحاجات اللي هم المفروض ممنوعين منها. طبعا. بعيدا عن انهم بيمنعوا الحاجات الضاره ليهم بشكل كبير، ممكن يعني بيستا يساعد في القصه دي معاهم ولا لا؟ طبعا، لان هو هي اصلا من ضمن علاج الكوليسترول ان انا اخد الياف. كويس. يعني هو علاج الكوليسترول ان انا اخد هيلثي فاتس، دهون صحيه. أيوة. عشان ترفع الكوليسترول النافع، فالكوليسترول الضار يقل. يقل. حاجه كمان جنب الهيلثي فاتس، ان انا يكون عندي فايبرز، ان انا يكون عندي الياف. أيوة. الالياف دي بتقلل ضغط الدم وبتقلل لي برده الكوليسترول، فانا عادي اقدر ان انا اخده حتى لو عندي سكر، عندي كوليسترول، عندي ضغط، عندي قلب، هو مش هيتعارض لان كل المكونات بتاعته طبيعيه. بالعكس، هو هيساعدني كمان بالميكانيزم اللي هو بيعمله، او طريقه عمل المكونات اللي هي فيه، ان انا الاعراض اللي عندي من مرض معين تبتدي تقل، وابتدي اتعامل ان انا بني ادم طبيعي، طبعا مع النظام الغذائي اللي انا اخده، اللي هو الهدف بتاعه للكيس بتاعتي او للحاله بتاعتي. كويس. اخذنا بيستا، وصلت للوزن المثالي، اثبت عليه قد ايه؟ يعني اقدر افضل ماشي عليه للناس حابه تحافظ على وزنها، بس اقدر انها تبقى في نفس الوزن المثالي بتاعها؟ طبعا، لاي حد، اي حد مثلا عايز يخس، اي حد عنده مشكله صحيه ليها علاقه بزياده الوزن، اي حد عايز يحافظ على وزنه ان هو ما يزيدش في الوزن، اي حد حصل له اوكيجن معينه وزاد عليها شويه، فشويه دول هو عايز يخسهم اسرع شويه، حد مثلا محافظ بس عنده عزومه، عنده فرح، وبيعمل دايت وخايف ان هو يلخبط في الدايت، فكل الكيسز دي تقدر تستخدمه عادي، واحنا نقدر نستخدمه كلايف ستايل في الحفاظ على وزننا او صحتنا، لو احنا طريقه اكلنا غلط، لو احنا متارجتين ان احنا بناكل مثلا كميه كبيره من حاجه مش قادرين نكونترول الكميه دي، هو هيساعدنا، مش بس الناس اللي عايزه تخس، بس ساعتها الجرعات بتختلف. يعني انا لو عايزه اخس باخد مثلا من 2 ل 3، انا لو عايزه احافظ ممكن اخد مره واحده او اخد مرتين، على حسب برضو الكيس اللي عندي انا اقدر اديها الجرعه بتاعتها، هي بس ريكومندد او الموصي بها هي من 2 ل 3 في اليوم للي عايز يخس. حلو قوي. بما ان بقى الشركه عامله الكورس متكامل، عشان يعني انا شايفه ان دي حقيقي حاجه حلوه جدا. صح. انهم ينزلوا البيستا الوقت اللي احنا عايزين، يعني المنتج اللي احنا هيساعدنا في ان احنا نخس او نحافظ على وزننا، مع مكمل غذائي. لانه كلنا بنهمل الموضوع ده، وساعات بيروح مننا، وممكن نحافظ يوم ونوقف فتره، يعني غصب عننا في الحياه. صح. فكلمينا على قد ايه هو المكمل الغذائي مهم اثناء الدايت او حتى من غير الدايت، عشان برضو
الصوره دي مغلوطه عند بعض الناس. صح، هو مفكرينه في الرفاهيات. مكمل غذائي معناه ان هو بيكمل لي النقص من الفيتامينات والمعادن والعناصر اللي انا مش باخدها من الغذاء اللي هو الاكل. تمام. لانه اغلبيتنا ما بناخدش خضار وفاكهه كفايه، مش بناخد الياف كفايه، مش بناخد مثلا بروتينز كفايه، اغلب اكلنا رايح ناحيه الفاتس اكتر والكربوهيدرات اكتر، فيها الكربوهيدرات وفيتامينز ومينرالز، بس اغلب الحاجات موجوده في الخضار والبروتينز والهيلثي فاتس. طيب انا دلوقتي طريقه اكلي مش مظبوطه، انا مثلا زايد في الوزن، انا بعمل دايت فعامل عجز في السعرات، كل ده طبيعي ان هو يبقى مصاحب لي نقص في الفيتامينات والمعادن اللي موجوده عندي. طب النقص ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي مشاكل في كل حاجه في جسمي من اول شعري لحد رجلي. بالنسبه للبنات شعرها بيقع بكميه اكتر من اللازم، وشها بيبقى بهتان، اول حاجه بتخس فيها وشها، بتلاقي عينيها محلقه، ضوافرها كل شويه بتتكسر، جلدها ناشف ومش مترطب. بالنسبه بقى للحاجات العامه اللي بيعاني منها الستات او الرجاله، بتبتدي تلاقيه كسل، مهبطه، مش قادره تعملي مجهود، بينهج من اقل مجهود، لو فكر ان هو يتمرن تلاقي مثلا اعصابه بتترعش او مش قادر ان هو يكمل التمرين. الذاكره عندنا مش متظبطه، بننسى كتير، مش مركزين ومشوشين طول الوقت. المناعه عندنا ضعيفه، بيجي لنا امراض بسهوله جدا. كل الحاجات دي داخل فيها الفيتامينات والمعادن، عشان كده احنا حطينا الب مالتي فيت مع بيستا للناس اللي بتخس بالذات، لان هو النقص عندها شويه بيبقى شديد، سواء ان هي عملت دايت قاسي قبل كده او ان هي مش محافظه على طريقه الاكل بتاعتها، فاحنا لازم نعوضها بده. الناس العاديه لازم برضو ان هي تاخد الب مالتي فيت لو هي مش محتاجة بيستا وهي شكل جسمها مظبوط ووزنها مظبوط. يبقى أنا لازم أخد مكمل غذائي، لأن أنا مش هضمن أن أنا طريقة أكلي هيلثي 100% أو أن أنا باخد معظم الفيتامينات والمعادن اللي أنا محتاجها من الأكل، فلازم وجود مكمل غذائي. ليه بقى المالتي فيت احنا بننصح بيه؟ لانه هو من اقوى المالتي فيتامينز اللي موجوده، لانه بيحتوي على اكتر من 13 فيتامين ومينرال، كلهم لكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. عشان المناعه وعشان التركيز وعشان الباور وعشان النشاط وعشان الحرق وعشان الشكل والمظهر الخارجي بتاعي، شعري وضوافري وبتاع، وعشان جلدي كمان، لانه هو في كل المجموعات تقريبا بتاعه الفيتامينز. عندنا المجموعه بتاعه بي كومبلكس اللي هي مهمه جدا عشان الاعصاب وعشان الحرق بتاع النشويات، فيها كمان فيتامين اي وفيتامين اي اللي هم انتي اوكسيدنت اقويه جدا. في فيتامين سي تركيز 500 ملي جرام، وده تركيز عالي لفيتامين سي اللي هو هيساعد في المناعه ويساعد في تحفيز الكولاجين للبشره، وهيساعد كمان في الفات اوكسيديشن زي ما قلنا في بيستا. عندنا حديد وعندنا زنك مهمين جدا عشان الشعر وعشان المناعه، عندنا بايتين عشان الشعر وعشان الجلد برده والضوافر، عندنا كوبر وعندنا كالسيوم وعندنا فوسفورس عشان العظم بتاعي، عندي فوليك اسيد عشان الحوامل. فانا عندي كومبو كده موجود في كبسوله واحده بس انا باخدها في اليوم، بتغنيني عن فيتامينز كتير او مينرالز كتير اقدر اخدها بتركيزات عاليه بكواليتي عاليه بحاجه مرخصه ومصرحه، طبعا موجوده في كل الصيدليات. فانا باخد ده كمكمل جنب بيستا لو انا بخس، او باخده لوحده من غير بيستا لو انا مش عايزه اخس. بالظبط، حلو قوي. طب ناخد اسئله المشاهدين بقى يا دكتور. معانا سؤال بيقول ايه، بس ده سؤال مهم برضه لطيف جدا. طيب شري حنة بتقول ايه؟ بتقول انا كنت باكل عيش التوست الاسمر على اساس ان هو اقل سعرات من الابيض، على اساس بعدين شفت على الفيسبوك بيقولوا ان العيش التوست الابيض سعراته اقل من الاسمر. ماشي، طيب فهل ده صحيح؟ وكنت عاوز اعرف ممكن الاقي بيستا في محافظه قنا؟ هتلاقيه ان شاء الله اكيد، بس قول لنا بقى. طيب هل ده صحيح؟ هو صحيح. بس مش معنى كده ان انا اروح للابيض. ليه؟ لان هم اصلا فرق السعرات بينهم 7 كالوري او حاجه بسيطه، حاجه لا تذكر. دايما اقول كده والله. ايوه، بس اللي معمول من دي ابيض ده بيعمل ايه؟ اول ما بيدخل بيرفع السكر جامد على طول طبعا، فلازم انسولين يبقى عالي. فده بيترجر الانسولين او بيعمل لخبطه في الانسولين على المدى البعيد، فبيجيب لي مقاومه انسولين، وممكن لو ما اتعالجتش يجيب لي سكر. غير كده كمان السكر لما بيترفع عالي وانسولين بيبقى كتير بيهبط مره واحده، فانا احس ان انا ده انا لسه اكله وما شبعتش، ده انا عايز اكل تاني، او يجي لي كريفنجز، ده انا ريقي رايح على حاجه مسكره، فافضل اخد في حاجات مسكره طول اليوم، فلاقي نفسي دخلت كالوريز كتير قوي، وتاثير السكر ده كله على جسمي على المدى البعيد مش هيستحمله. فالسبعة كالوري الفرق دول
بالعكس هم هينقذوكي لما انت تستخدمي الا بالقمح الكامل او بالحبوب الكامله، عشان هيعمل عكس كل ده تماما، هيظبط سكر الدم مش هيحسسها بالجوع، هيحس بالشبع يوم معدتها، هتبقى شبعانه، السكر بتاعها هيبقى مظبوط، هتاكل كميات قليله، ومفيش اي مشاكل خالص صحيه ممكن تجيلها منه مع الاعتدال فيه طبعا. طيب وبالنسبه للقنا هو موجود في كل محافظات مصر؟ موجود طبعا في كل محافظات، ويقدروا ان هم كمان يدخلوا على الفيسبوك بيج بتاعه باي ناتشرالز او باي بيستا، يسالوا اي اسئله هم عايزينها، عايزين يسالوا برده عن توافره في اي محافظه، احنا هنرد عليهم ونقول لهم موجود فين. هايل، طبعا بشكرك يا دكتور ريهام بجد والله، الموضوع ده مبسوطه ان احنا اتكلمنا فيه حبيب. عشان اصدقاء كتير قالوا الموضوع ده مهم بالنسبه لهم وعايزين يعني نحكي عنه ونتكلم باستفاضه فيه. طبعا اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، دكتور ريهام العراقي اخصائي تغذيه العلاجيه، شرفتيني ونورتيني. شكرا جدا، بشكر حضراتكم لحسن المتابعه، اتمنى دايما نكون عند حسن ظنكم، ونكون تناولنا الموضوع النهارده بشكل خاص للحوامل والمرضعات بشكل جميل، ودكتور ريهام وضحت لنا فيه. وطبعا الوقت بيخلص مع حضراتكم بسرعه، فاتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.